عانى شهيد محمود غنمات يبلغ من العمر 20 عاما، وهو من بلدة صوريف في محافظة الخليل. أيضا الشهيد سعد الأطرش يبلغ من العمر 20 عاما. سعد الأطرش أيضا كنا تحدثنا مع شقيقه هنا، هو ارتقى في شارع السهلة بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بدعوى طبعا الطعن، تم إعدامه بدم بارد. الشهيد رائد جرادات ارتقى أيضا برصاص الاحتلال خلال مواجهات المندلعة في بلدة سعير، هو ابن بلدة سعير شرق الخليل، أو عفوا إياد جرادات 19 عام الذي ارتقى خلال المواجهات. أما رائد ساكت جرادات هو أيضا ابن بلدة سعير 22 عاما، ارتقى برصاص الاحتلال بعد إعدامه على إثر إقدامه على تنفيذ عملية طعن عند مفرق بيت عينون وهو مدخل بلدة سعير، أقدم على طعن جندي إسرائيلي هناك وبعدها